من رحمة الله بعباده أن جعل لكل داء دواء، ومن أنفع الأدوية والعلاجات الرقية الشرعية بالقرآن والأدعية المأثورة، وأعظم الرقى على الإطلاق الرقية بالقرآن، فهو الشفاء النافع لأمراض الروح والجسد بإذن الله، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين الا خسارا ومنه الرقيه بالفاتحه فقد لدغ رجل من العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه ابو سعيد الخدري بالفاتحه فبرئ فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك انها رقيه والرقيه بالمعوذات فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده والنف نفخ مع ريق خفيف والمعوذات ثلاث سور هي الإخلاص والفلق والناس وتجوز الرقية بشروط أن يعتقد أن نفعها إنما هو من الله تعالى وأن تكون مفهومة لا من جنس الطلاسم وألا تكون بما يخالف الشرع كالاستغاثة بالجن فإنها شرك وفي الحديث لا باس بالرقى ما لم تكن شركا ويدعو المريض لنفسه متضرعا الى ربه كما فعل ايوب عليه السلام وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ويضع المريض يده على موضع الالم ويقول بسم الله ثلاثه ثم يقول سبع مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ويرقي الانسان من مرض من اهله ويدعو له قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى منا انسان مسحه بيمينه ثم قال اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ويدعو الزائرون العواد للمريض فهو من انفع العلاجات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر اجله فيقول سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عوفي فاحرص على الرقيه الشرعيه والادعيه النبويه فانها انفع دواء واعلم ان الشفاء انما هو من عند الله كما قال الخليل عليه السلام واذا مرضت فهو يشفين